عادت ظاهرة اختراق حسابات تويتر التابعة لبعض الجهات الرسمية في السعودية إلى الساحة مجددا، حيث ذكر الهاكر الذي قام باختراق حساب وزارة العدل وحساب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بحسب صحيفة الحياة. قال إن ما يقوم به من اختراقات للحسابات الرسمية هو غيرة منه على الوطن ورسالة يهدف إلى إيصالها بطريقته الخاصة، لافتا إلى أن الحماية في المواقع التقنية الحكومية تمثل 0%، معتبرا بحسب صحيفة الحياة أن عمله اجتهاد يبحث من خلاله عن الأخطاء ليصلحها بطريقته الخاصة. معنا في استديوهاتنا المهندس قيس العيسى الباحث في أمن المعلومات، عضو اللجنة التنفيذية لمشغلي الشبكات بمنطقة الشرق الأوسط. مرحبا مهندس قيس. أهلا وسهلا. سعداء بتواجدك معنا في استديوهاتنا الرابعة. الآن أكثر من حالة حصلت خلال الفترة الأخيرة لاختراق حسابات في تويتر. هل الأمر بهذه السهولة يتم اختراق هذه الحسابات مع أنها حسابات لجهات حكومية؟ والله يعني أخ أستاذ خالد، لاحظ موضوع عبارة عن يوزر نيم وباسورد، كلمة سرية، فالموضوع حقيقة نعم سهل اختراقه. المختصين عارفين، اللي في طرق كثيرة حقيقة، حتى يمكن بعض الأخوان يمكن الصغار في السن في برامج الآن جاهزة موجودة على الإنترنت ممكن بسهولة استخدامها بشوية معرفة وعدة تجارب ممكن يتم الاختراق. فالاختراق هذا بحد ذاته في نظري ما هو مؤشر يختلف مخيف، يعني يختلف الوضع بين حساب في تويتر وموقع الكتروني. طبعا نعم، هذا اللي كنت ابغى اتكلم عليه، ان على تويتر هو عباره عن حساب بسيط وكلمه سريه، ممكن الكلمه السريه تكون بسيطه. في انظمه حمايه في تويتر؟ في انظمه حمايه طبعا، وفي اساليب للمراقبه والمتابعه، وهذا يمكن الشيء اللي المفروض الان حقيقه تبدا تشتغل عليه الجهات الحكوميه بالذات والرسميه اللي تشتغل على وسائل الاتصال الاجتماعية زي تويتر وخلافها. العودة إلى سؤالك بالنسبة للمواقع الإلكترونية، لا طبعا المواقع الإلكترونية يختلف الوضع تماما. المواقع الإلكترونية في نظام أنظمة متكاملة للحماية، هنالك برامج أيضا كثيرة للحماية، هنالك طرق أيضا لاختبار أصلا الاختراق قبل أن يحدث الاختراق، ففيما يسمى الآن باللغة الإنجليزية إثيكال هاكر أو المخترق خلينا نقول القانوني أو الحسن، ما يحاول أن يخترق حسابك بهدف إيجاد الثغرات وإخبارك فيها. وهذه بعض الشركات الآن موجودة في العالم كله. هذا مخترق حسن ولا غير حسن؟ لا طبعا هذا غير حسن، لأن أساء للموقع. يعني المخترق الحسن يفترض أنه ما يسيء، يقول أنه أنا اخترقت ويعطي الجهة تقرير متكامل. هو ذكر بأنه الجهات الحكومية في مواقعها أنظمة الحماية 0%. نعم. مع أنه بعض الجهات تصرف مبالغ كبيرة على صحيح. على صفحاتها على مواقعها الإلكترونية، فكيف نعم. احنا يعني نفهم هالمفارقة، مبالغ كبيرة وهائلة على مواقع إلكترونية على صفحات الجهات الحكومية صحيح. وعلى تطويرها وأنظمة حماية لها صفر؟ لاحظ استخدام الإنترنت في المنطقة يتطور من مرحلة لأخرى. قبل فترات، قبل سنة أو سنتين، ربما الخدمات الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت كانت ربما صفر أو قليلة جدا في المنطقة. الآن الخدمات الإلكترونية بدأت تتحرك باتجاه إيجابي. اللي أقصده أن المنظومة تتطور كلها ككل، فبالتالي حقيقة كل الجهات كانت تصرف على تجهيز أنظمتها وتجهيز أمورها لخدمة الخدمات الإلكترونية. أبرز الثغرات في هذه المواقع في الجهات الحكومية؟ أبرز الثغرات أعتقد أنها الجهات البرمجية، برمجة المواقع نفسها تعتبر أحد الثغرات الأساسية. الجهات الأخرى أو المناطق الأخرى عدم وجود حماية للأسف حقيقة، هذا شيء إحنا أيضا لمسناه في الدول المنطقة وتكلمنا فيه كثير أيضا مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة. وأشرنا إلى سوء أو خلينا نقول ضعف الحماية، وهذا شيء صحيح حقيقة على مستوى المنطقة بشكل عام. الآن في توجه واضح حقيقة بعد خاصة ما حصل اختراق لشركة أرامكو بالذات، لأنه كان اختراق كبير ومؤثر، بدأ الوعي ينتشر. فأعتقد الموضوع أنظمة الحماية مكلفة مهندس قيس. طبعاً لأنه هو يقول في رسالة مثلا لوزارة العدل، نعم. لأنه أنتم تصرفون 168 مليون على 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 التطوير الصفحة، نعم. والموقع، نعم. يقول أعطوني 2 مليون وأنا أضمن لكم حماية كاملة. لا أنا أعتقد نعم. يعني من غير الممكن أن 2 مليون تكفي، لأن 2 مليون لن تكفي لمواقع للحماية. الموضوع أكبر من كذا بكثير، والحماية عبارة عن عدة نقاط مختلفة. يعني شكرا جزيلا لك مهندس قيس العيسى الباحث في أمن المعلومات، عضو اللجنة التنفيذية لمشغلي الشبكات في منطقة الشرق الأوسط.